السلام عليكم، أنا فؤاد، بعاني من ضعف جنسي مدة حوالي 10 سنوات، واتصلت بعدة مستشفيات بطوكيو وخارج طوكيو، واللي لفت نظري هو مشفى ماجيكال كلينيك، لأنه أعطوني كل تطمينات وبينوا لي كيف تجرى العملية، وبعد إجراء العملية الحمد لله أنا تحسنت وبديت أحس بتحسن، واللي عنده نفس المشكل يتصل بمشفى ماجيكال كلينيك لأنه حيكون بأيدي آمنة إن شاء الله.